فعلا شرف ليا اللي انا انضميت للنادي الاهلي، اسم كبير طبعا، بس انا ما كانش في توفيق ان انا اشارك. انا كنت رايح بطموحات تانية خالص، رايح اخد هداف دوري ولا منتخب مصر اساسي. في كل في حاجات حصلت غيرت تفكيري ايه اللي خالص. حصل؟ اللي حصل والله ان انا قابلت ان ممكن يكون كمدير فني مش مقتنع بيك، دي حاجه ماشي، انا ما عنديش اي مشكله ان انت ما تكونش مقتنع بيا، بس يمكن انا مش انا اللي بس طلعت اتكلمت اللي انا كنت بتعامل معامله مش كويسه. لا في مين لا المدير الفني؟ كان موسيمان، بيتسي موسيمان، عشان برضو الناس تبقى عارفه، عشان الناس، لا الناس كلها عارفه اللي حصل، يعني مش اللي حصل اللي بان للناس، انما في حاجات حصلت ما ينفعش هي تتقال اصلا. يعني مثلا ايه؟ زي ايه؟ يعني معامله، التعامل، حته العنصريه انا مش فاهمها، بس انا بتكلم في حته معينه. يمكن انا مش اللعيب برضو اللي طلع يتكلم في حته موسيمان، من اللعيب يمكن دلوقتي موسيماني كان متجاهل، يعني مثال كريم فؤاد لاعب نهائي افريقيا. هو بيتكلم معايا اول ما جيت، بيتكلم في حاجات مصري، انا مش عاوز يعني ادخل في حته. يا الناس لازم تعرف، بس انا ما ينفعش يقول لي انت جايب كام جون. قلت له انا جاي مش على حاجه، قلت له انت الفيرود بتاعك بيلعب كام بطوله وجاب كام جون. بس ده اللي اتقال. اللي هو مين كان موجود في الوقت ده؟ انا محمد شريف. انا قلت له محمد شريف طبعا اخويا، محمد شريف في السنه دي خد هداف الدوري وهداف افريقيا طبعا، محمد شريف مهاجم جامد جدا. بس انا بتكلم، انت بتتكلم معايا عاوز تدخلني في حته مش انا لسه جاي من تعمل ازمه مع زميلك. وانا ما اتكلمتش، انا ردي كان مقنع معاه خالص، واحترمت وجهه نظره برضو ان انت ما بتلعبنيش، بس انا كنت جاي انا عاوز العب، انا ما حقي ده، حقي اللي انا جاي عاوز العب واكسر الدنيا، فانت ما اديتنيش فرصتي. حاولت معاه طبعا، وكنت بتمرن كويس، وما فيش حد في النادي الاهلي ادم مش بتلعب او ما بتلعبش ما ينفعش ما تتمرنش كويس، لازم تكون لعيب محترف. لان النادي الاهلي في اي وقت انت ممكن تشارك. بس فانا بحمد ربنا، ده نصيب، وانا لو كان ليا نصيب في حاجه طبعا كان ربنا هيقدمها لي يعني.